ضمن سلسلة التكوينات التي فتحتها الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لصالح الباحثين في مراكز البحث، قامت هذه المرة بفتح تكوين لصالح الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة بهدف تلقينهم أسس ومبادئ لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. الموضوع لابتسام حارش. تمكين وتلقين الطلبة الحاملية المشاريع المبتكرة، كيفية كتابة وتحرير طلبات براءة الاختراع حسب ما ينص به قانون براءة الاختراع للقانون الجزائري هو الهدف من هذا التكوين. دونك رايحين نحاولوا اننا نعطيوهم المعلومات الكافية قدر المستطاع من دونك لو ماكسيموم دانفورماسيون ان تيرم دو بروتيكسيون دو بروفي دانفونسيون، معناتها كيفاش معناتها رايحين يكتبوا طلبات براءة الاختراع نتاعهم، كيفاش رايحين دايور يديروا دونك دي ريشيرش دو لانفورماسيون اون ماتيير دو بروفي انفونسيون. أكد الطلبة أن هذا التكوين يمكنهم لا محالة من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. أن شاركنا في مسابقة لإنشاء المؤسسة الناشئة، درنا ايد الفكره ومشينا فيها شويه وقدمناها ونجحت كلاسينا المرتبه الثانيه. في المستقبل نحب نخدم مثلا مؤسسه ولا نحب يكون عندنا اختراع نحب نحميه ولا ما نعرفش، هذو العفايس ما نقراهمش في المدرسه ولا ما يعلموناش، دونك هذه راح تعطينا استراتيجيه ولا طريق تعلمنا واش نديروا في واش نديروا في الحياه ولا كيفاش نخدموا ولا كيف نكريو انتربريز ولا هاد فورماسيون تعاوننا باش بو رياليزي نوتر بروجي باسكو فيها كاع لو بروسيس دو رياليزاسيون دو بروجي استراتيجي جوريديك. تهدف هذه الدورات التكوينية لصالح الطلبة بتعزيز قدراتهم وكذا تثمين مشاريعهم وتجسيدها على أرض الواقع.